شنت القوات المشتركة هجوما نوعيا تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي أقصى شمالي البلاد. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان له أن القوات المشتركة تمكنت من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية من مواقع في المدخل الشمالي الغربي لمركز مديرية باقم، منها تبت أبو علي. وأضاف أن المعركة أسفرت أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية. ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الميدانية التي يخوضها الجيش اليمني ضد عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في باقم بمحافظة صعدة. وفيما تصر الميليشيات الحوثية على التصعيد العسكري، فإنها تتكبد الكثير من الخسائر والانتكاسات على الصعيد الميداني. شكرا لمشاهدتك قناة الجمهورية، سنسعد باشتراكك بالقناة وتفعيل الجرس وإعجابك بالفيديو.